السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودي سكيت هنا. طبعا يا شباب اليوم سنة ايش بك؟ انا المرة اللي فاتت قلت انا لو تسوق مقدمتي. السلام عليكم يوتيوب، هتعالي سكيت هنا. والله وجهك مرة قوي على فكرة. طبعا يا شباب اليوم راح نسوي لكم مقطع ردت فعلا على مقاطع تيك توك. أما صار اسمه تيك توك، ردت فعل على مقاطع تيك توك اللي زمان كان اسمه أعتقد ميوزيكلي. فاليوم راح نتفرج بمقاطع مرة غبية. لكن إيش الشيء الجديد اللي حنسويه؟ طبعا شباب مو زي مقطع زي كذا، راح يكون بين التحدي. فكرة المقطع كل واحد فينا راح يعبي فمه موية ونحط كذا وجهنا في وجه بعض ونتفرج هذه المقاطع تيك توك مع بعض أول مرة نتفرجها، وأي واحد فينا راح يضحك حيتروش. فيلا يا شباب خلونا نبدأ المقطع مع بعض. لكن قبل ما نبدأ المقطع هذا مع بعض، شكرا مرة كثير على 500,000 سبسكرايب اليوتيوب. وربي انت جيش فخمين. شكرا متابعين جود سكيت، ويلا يا شباب خلونا نبدأ المقطع نتفرج المقطع الأول مع بعض. طبعا شباب زي ما انتم شايفين كل واحد مع علبة موية، راح نشغل المقطع مع بعض وكل واحد راح يحط كمية موية في فمه، حقفل عليها زي كده ويجوهنا قريب من بعض وعاد انت عارفين ايش حيصير. 1 2 3. حاسب صغير يضرب بشويش. يلا شباب خلونا نكمل المقطع مع بعض. يلا حط الماي فم الله يجيد ورجال الآخر. واحد نكمل يا شباب. اقسم بالله قطع له يده، ما اعترف انه صغير ولا كبير، اقسم بالله ما اعترف. خلينا نغير شويه الرتم يا شباب، نجيب المقاطع اللي وصلتنا عن طريق الانستغرام نتفرجها مع بعض. اوكي يلا عبي عبي ما فهمك عبي ما فهمك. يغش في اللعبة والله. يحط يده، يحط يده ولا لا؟ يحط يده، يحط يده. فمه فاضي، فمه فاضي. اللي حسيت كذا الاسبوع عشان اللي حسيت افرج كيف حسيت؟ حتى مع المقطع افرج. اوه يا عمي ربي لا اسعك لسعك. للي يسأل عني انا كنت في الخارج بحضر شهادة البكالوريوس، والحمد لله كافوني بالدكتورة الفرخية علشان اسلوبي واخلاقي في الحوار، وتحياتي لكم باي. ما ادري البرنامج ده خلى الناس مخابيل، والله كلهم مخابيل، ايش اللي قاعد يسوي من داري. اوكي يلا يا شباب الحين نكمل الفيديوهات مع بعض، بس انا من رايي راح نروح لهذا الفيديو على اليوتيوب يقول لك اغبى شخص على تيك توك. عشان عبي 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 I was born
الشد. Oh my god. River, I was born. Jesus, man, there are children. You can't do that in public. Hello. It's me. It's me. اللهم اللهم إني إني أسألك 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 علم. من هو ترى؟ والله ما بعرف. ألفنا بحكنا. ألفنا بحكنا. واحد اثنين ثلاثة. عبي عبي مضبوط ها؟ أنا والله عبي. خلاص اسمع نسحب شوي عبد الذكري نحط وجهه قريب من بعض. طبعا زي ما شفتوا الثاني ضحك هو اول وجت له عقاب مره جامد بما انه كان تحدي ضرب عن ضربتين هو كان ما يبغى ضربتين يبغى بدال العقاب جبت له كيس نبتر. والله ريحه امه شاي والله اقسم بالله اقسم بالله شايف ريحه امه. يلا دحين 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 نعد دحين نعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خلاص يعني ندخل فمه فيها دلوع 10 ريال. اوكي شباب دحين راح نكمل المقطع مع بعض راح نكمل على الميوزيكلي. واحد اثنين ثلاثة. It's me. It's me. ما عرفش حضر الاسم ده. قاعد لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكة شمال يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا عيل بقه ربنا كنت هموته والرب العب يلا لازم نلعب. عقاب هو الرقاب كويس يعني هو فايز. ايش العقاب؟ ايش العقاب؟ العقاب هو اللي جيت راح انزل صوره في الانستغرام. ايوه راح اصور اي صوره ان شاء الله بكره انا مالي صلاح. ايوه بس اهم شيء اكتب بالتعليقات انا غبي شو مش يقول انستغرام لازم؟ لازم. اوكي يا شباب دحين بسوي هذا العقاب وبحط لكم ردة فعل الناس نهاية المقطع. اوكي مو دحين نهاية المقطع راح احط لكم الكومنتات اللي وصلت. لا احول وقت كذا ابغى كذا وتحول عليه احولها ما اعرف احولها ما اعرف احولها كيف كيف يا شباب شوفوا نزلت الصورة على الانستغرام كتبت عليها انا غبي وبشوف ردة فعل الناس نهاية المقطع. مين ضبط اكثر يا شباب اكتبوا في التعليقات مين اللي ضبط اكثر انا ولا هتان من الاخر. يلا خلونا نكمل المقطع. امبارك بصل تعالي شكلك حقت مساجد من جد. يلا تعالي اضربي انا باقوى ما عندك يا دبا. الحين شكلك انت ايش تاكل يا دبا؟ يا امروسيه والله حالي انت زي كده دبا انت دبا دبا انت يا قبيه. حط يلا حط والله مباغته جيده. موتنجها موتنجها موتنجها
اسمع اسمع انا بسامحك بشرف. ايوه ترقص نص رقصه وتنقهر وحضرنا وبعد جد والفارق الطول وجمال. اوكي شباب كده وصلنا لنهايه المقطع. انا داري اني قفلت المقطع بطريقه مفاجئه لانه الاشياء اللي قاعد اشوفها ما قدرت اتحملها صراحه. الحين بنفك التعليقات حقت الصوره اللي نزلتها في الانستغرام. بسم الله يا شباب راح نفك التعليقات مع بعض. اهدى دقيقه تدري يلا دقيقه اوف والله كومنتات كثير. انا غبي لا انا غبي باين مسوي تحدي اطلق وقدح وافخم غبي تحدي مره حلو ما شاء الله الاعتراف بالحق فضيله. من يومك امزح يا زينك من زمان توك تدري. نبغى نوصل هذا المقطع كم لايك حتى 30,000 مرة كثير. ايش بك انت 500,000 يا تجيبوا 70,000 كمان. اهدى اوكي يا شباب خلاص زي ما قال لكم هتان في 500,000 متابع فيقول لك تقدر توصل 30,000 لايك بالراحة. فانزلوا تحت وضغطوا زر اللايك كسروا ام الزر الين اليوتيوب يقول لك يو كان. اهم شيء يا شباب اذا انتم جديدين بالقناة اول مرة تشوفوا مقطع لجودي سكيت انزلوا تحت وضغطوا زر السبسكرايب نبغى نوصل مع بعض الحلم ال 500 وصلنا له ان شاء الله نبغى نوصل حلم المليون. يلا شباب نستحق ان نوصل مليون لانه انتم معايا اقوى جيش في العالم. يلا يا شباب 1 2 3 مع السلامه.